بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم كن لنا بما كنت به لأوليائك، حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجد. نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لنا ولوالدينا ولذريتنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وسادتنا ورحمنا وجيراننا وتلامذتنا وكل من سألنا الدعاء، والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين أمين، في فقه السادة الشافعية. فصل في أحكام الوقف. هذه الجلسة الثالثة في أحكام الوقف، ونقرأ ما كتبه في الهامش من أول الموضوع. فصل في أحكام الوقف، وهو لغة الحبس، وشرعا حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وقطع التصرف فيه على الله وقطع التصرف فيه على أن يصرف في جهة خير تقربا إلى الله تعالى. وشرط الواقف صحة عبارته وأهلية التبرع. والوقف جائز بثلاثة شرائط، وفي بعض النسخ والوقف جائز وله ثلاثة شروط: أحدها أن يكون الموقوف مما ينتفع به مع بقاء عينه، الموقوف هو المال الذي توقفه، أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، ويكون الانتفاع مباحا مقصودا، فلا يصح وقف آلة له ولا وقف دراهم للزينة، ولا يشترك النفع في الحال، فيصح وقف عبد وجحش صغيرين. وأما الذي لا تبقى عينه كمطعوم وريحان فلا يصح وقفه. ما سبق تم شرحه. احنا نبدأ اليوم من والثاني. والثاني أن يكون الوقف على أصل موجود وفرع لا ينقطع، على أصل موجود وفرع لا ينقطع، فخرج الوقف على من سيولد للواقف، لأن من سيولد ولسه ما عندوش أولاد يبقى ده الأصل مش موجود، كويس، فلازم يكون على أصل موجود. فخرج الوقف على من سيولد للواقف، ثم على الفقراء، يعني يسموه ايه؟ مقطوع الاول، منقطع الاول. منقطع الاول يعني الاصل، الاول اسمه الاصل. فخرج الوقف على من سيولد للواقف، ثم على الفقراء، الاخر هنا اسمه الفقراء. طب الاول سيولد غير موجود، يبقى منقطع الأول. منقطع الأول ثم على الفقراء، ويسمى هذا منقطع الأول. فإن لم يقل ثم الفقراء كان منقطع الأول والآخر، لأنه ما ذكرش آخر. وقول لا ينقطع احتراز عن الوقف المنقطع الآخر، كقوله وقفت هذا على زيد ثم نسله، وده ماشي على ايه؟ المرجوح. الشارح هنا على المرجوح، الراجح انه يصح. المهم يبقى الاصل موجود، حتى لو هينقطع بعدين مش مشكله.
ده الراجح، لكن هنا ماشي على الوجه المرجوح، هتبان في الشرح. وقول لا ينقطع احتراز عن الوقف المنقطع الاخر كقولي وقفت هذا على زيد ثم نسله ولم يزد على ذلك، وفيه طريقان، احدهما انه باطل كمنقطع الاول وهو الذي مشى عليه المصنف، لكن الراجح الصحه. والثالث الا يكون الوقف في محظور، في محظور يعني ممنوع شرعا بضاء مشاله أي محرم، فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد. عمارة كنيسة للتعبد ووقف من مسلم ما يصح، أو أي دار عبادة لغير المسلمين. الكنيسة دي مثال، معبد يهودي، معبد هندوسي، أي حاجة بقى، أي دار عبادة لغير المسلمين. طب افرض دار لإقامة غير المسلمين وتابعة للكنيسة، يمكن الوقف عليها؟ واخد بالك؟ دار إقامة، عاملينها دار إقامة لابن السبيل، ما بيتعبدوش لا بيعيشوا فيها، دار عيش، يجوز الوقف عليه لأن لا يتم الإيه العبادة فيه. والثالث ألا يكون الوقف في محظور بضاء مشالة أي محرم، فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد. وأفهم كلام المصنف أنه لا يشترط في الوقف ظهور قصد القربة، يعني هو الوقف في قربة، أحيانا يكون القصد واضح فيها لما أقول أقف على الفقراء، وأحيانا يبقى قصد القربة مش واضح فيها لما أقول أوقف هذا المال للنفقة على الأغنياء، يصح وقف ويبقى النفقة على الأغنياء، لكن طب إيه القربة يعني لنفقة على أغنياء وناس مستغنين؟ فاهم؟ فيبقى يصح الوقف بالرغم من ان قصد القربة مش واضح، قد يكون اللي عنده وجهة نظر بعيدة ملناش دعوة، مش واضح. واضح؟ وانه لا يشترط في الوقف ظهور قصد القربة بل انتفاء المعصية، اللي يشترط بس انها ما تبقاش معصية، ان الجهة الصرف ما تبقاش جهة معصية، يعني ما يشترطش ان الجهة تبقى القربة فيها واضحة ولو مباح، ولو جهة مباح ما تبقاش معصية، حتى ولو جهة مكروهة، ولو مكروه تنفع، معنى جهة مكروهة زي إقامة الكفار، موضوع بني آدمين، واخد بالك، والإنسانية بتحتم علينا إننا نوفر لهم محل إقامة. دي يعني طب ما نعمل كده للمسلمين من باب أول، يبقى للكفار يصح الوقف، واخد بالك، لأنه مش محظور مش حرام، لكنه قد يكون مكروه، ما يجراش حاجة، يصح له. واضح؟ يبقى الشرط بس إن الوقف لا يكون على جهة محرمة. طب إيه البديل المحرم؟ عندنا المكروه والمباح والمستحب والواجب، يبقى يجوز في أي جهة من الجهات دي. واضح؟ بل انتفاء المعصية سواء وجد في الوقف ظهور قصد القربة كالوقف على الفقراء أو لا كالوقف على الأغنياء. ويشترط في الوقف ألا يكون مؤقتا، نحاول نقف عند الحتة دي، نبقى نعملها الجلسة القادمة عشان نختم باب الوقف الجلسة القادمة. بيقول هنا بقى وقوله في الحاشية، في حاشية الشيخ البيجلوي، قوله والثاني كان الأنسب أن يقول ثانيها، أصل مش بيقول ثلاثة شروط أحدها، أنا ما قال أحدها، كان يقول ثانيها. لو قال مثلا إيه أول، الأول يقول الثاني، مش كده؟ فبيقول لك كان الأولى يقول إيه ثانيها، أدام هو قال أحدها. كان الأنسب وثانيها، وقول أن يكون الوقف على أصل أي متبوع بغيره، الأصل اللي هو المتبوع بغيره، يعني حاجة موجودة ويتولد منها غيرها أو غيرها تابع له، ده اسمه الأصل، أي متبوع بغيره، وهو الطبقة الأولى من الموقوف عليه. أول طبقة موقوف عليها اسمه إيه؟ الأول، الأصل. أما أقول مثلا ينفق هذا المال على حفاظ القرآن،
ثم يعني بحيث لو استوعبهم يروح للي بعدهم بقى. ثم على طلاب العلم الشريف مثلا، او ثم على اطفال المسلمين. يبقى اما استوعب الاول الطبقه الاولى وفاض، ادي للطبقه الثانيه. خدت بالك؟ وهو الطبقه الاولى من الموقوف عليه. وقوله موجود اي في الحال، مش حاجه مش موجوده، لازم موقف يبقى الاصل. جزاك الله خير. وقول أن يكون الوقف على أصل أي متبوع بغيره، وهو الطبقة الأولى من الموقوف عليه. وقول موجود أي في الحال، ويشترط في الموقوف عليه المعين القبول فورا دون الجهة. قد يكون الوقف على معين، معين يعني واحد محدد، أقول أنا أوقف هذا المال على محمد ابن عبد الرحمن. قد يكون محمد ابن عبد الرحمن ده شخص معين، جاري او ابن اخي او صديقي، المهم معين عارفه. يشترط بقى في المعين ده ان يقول قبلت، عشان تبقى صيغة ايجاب وقبول. طالما على معين يعني على شخص معين يقول قبلت، لكن لو على جهة لا يشترط القبول. اقول للنفقة على المسجد الفلان، دي جهة، فهم؟ لا يشترط فيها القبول. لكن المعين، أو أقول على الفقراء، الفقراء دي مش معين، دي صفة، يبقى ما يشترطش القبول. واضح؟ يبقى لو كان على معين يبقى يشترط القبول فورا. واخد بالك؟ ويشترط في الموقوف عليه المعين القبول فورا دون الجهة، كالمساجد. واحد يقول أنا هوقف هذا المال على المرضى، المرضى أي مريض إن شاء الله عنده صداع ياخد، لكن ممكن يحدد يقول لك مرضى الأورام، مرضى الفشل الكلوي، مرضى فيروس سي، يحدد نوع مرض معين يبقى يروح للجهة دي. واخد بالك؟ وممكن يعممها يقول لك المرض إن شاء الله ضرسه مسوس يروح ياخد، أي واحد عنده مرض إن شاء الله صباعه مدوحس يقول لك، أو عنده جرح أو يروح لناظر الوقف يقول له شوف انا مجروح، انا مريض الدين. فهمت؟ يبقى لانه اي مرض. واضح؟ اللي هو على ايه؟ خلاف الحاله المعتاده لصحه الانسان. دون الجهه، كالمساجد والرباط والمجاهدين والعلماء والفقراء وكذا الاغنياء والفسقه، حتى الفسقه. يعني ممكن واحد يوقف ماله على المدمنين، ينفق على المدمنين لأن الإدمان بيمنعهم من العمل، وهم بيبقى عندهم أسر، وقد يتعدوا على أموال الناس ويسرقوهم لو ما لقوش حد ينفق عليه. كويس؟ يقوم يقول لك المدمنين دول مش فسقة؟ فسق، ويصح الوقف عليه. واضح؟ كان والد الشيخ إسماعيل صادق العدوي، الشيخ صادق العدوي الكبير، كان والي كبير، وكان قاعد في البطنية، البطنية دي فيها عيال حشاشين مدمنين، يقولوا الدرس يديهم فلوس عشان يروحوا يشتروا الحشيش. يقول لك ما هو أنا لو ما اديتلهمش هتناموا بالليل هينطوا على بيوتكم يسرقوه. شوف هو بيفكر لبعيد ازاي؟ يقول لك هنعمل ايه طيب؟ دول ربنا ابتلانا بيهم. هنعمل ايه؟ لو ما اديتلوش هتلاقي كل يوم قاتل قتيل وسارق سريقة من بيت، من شقة، من الشغل. فيجوز هو دول فسقة، يجوز الصدقة عليه. مش واحد يلاقي مثلا فقير في جيبه علبة سجاير ما يرضاش يتصدق عليه. يا عم بتصدق عليه ما هو حد غلبان، ما هو زي ما بيشتري سجاير ما عايز ياكل برضه، وعايز يعني يشتري ثياب، يجوز بنته، يتعالج، أي حاجة، ينفق على أمه. يبقى تكبر مخك، تكبر الراحمون ارحمهم الرحمن، مش عايز تصدق على أولية؟ لا، تصدق على الناس جميعا. ولا هتدور على الأولية؟ طب ما الأولية مش هتاخد منك، الأولية هتقول يا رب يا رب، مش هيرضوا ياخدوا منك أصل، أنت مش هياخد منك إلا العصاة، إنما اللي مع الله هيقول لك يا رب، مش كده برضه؟ فيبقى تصدق بقى.
لان انا بشوف ناس يقول لك انا بقالي 10 سنين ما طلعت الزكاة. اقول له ليه انت عايش يعني في الجنة مش لاقي ولا فقير؟ يقول لي اصل مش لاقي فقير يستحق. كل ما جاي اتصدق على واحد الاقي في ايده سجارة، الاقي مش عارف ايه، لدرجة مجمع فلوس زكاته 10 سنين وعايش في مصر يقول لك مش لاقي فقير. يقول له ده انت بتتصدق يا ابني على وزير من الوزراء، هو مرتبه هيكفيه؟ ده هو علشان مرتبه ما بيكفوش بيختلس وبياخد اموال الناس وبيسرق ومضبع في الدنيا. اي موظف حكومي ده فقير على طول، ولو بدرجه مدير عام. ما هو لو كان شريف مرتبه مش هيكفيه، الا يكون بقى ايه وارث ورثه او عامل عمل حر. فيعني ايه تكبر مخك، مش لازم تدور على واحد صالح ولي وفقير ومش لاقي ياكل عشان هو ده اللي تدي له الزكاه. ما حدش قال كده، المسلمين ما قالوش كده. وكذا الاغنياء والفسقه، والفسق واهل الذمه ممكن يتصدق يعمل مال وقف للنفقة على الأيتام من أولاد المسيحيين في بلده، هو مسلم ينفع وقف في كل كبد رتبة أجر، ودول مش كبد رتبة. إذا كان على الحيوان والإنسان كرمنا بني آدم، واخد بالك؟ يبقى يجوز. شفت بقى دراسة الفقه بالتوسع تعلم الإنسان سعة الصدر ويبقى رحمة للعالمين ازاي؟ انما دراسة بقى الفقه بالطريقة اياها بتاع مجلة ميكي، ياخد الفقه من مجلة ميكي يقوم يعمل ايه؟ لو شاف واحد مسيحي يقول لك اضطروهم الى اضيق الطرق ولا تبدأهم بالسلام ويمشي كده، اهو يخوف حتى المسيحيين من الاسلام والمسلمين. يقوم بدل ما المسيحي يحب الاسلام يحب الكفر، يبقى خلاه بقى فتنة للذين كفروا، مش كده؟ طب هو النبي لما قال لنا لا تبدأون بالسلام وضيقوا عليهم الطرق، ما ده حديث صحيح بس ليه سبب. لما كانوا بيقولوا للمسلمين السلام عليكم، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، دول قالوا أدابهم بقى، أدام قالوا أدابهم عاقبوهم، لا تبدأون بالسلام واضطروهم لأضيق الطرق. أدي فقه الحديث، مش معناه اي مسيحي بيعاملك كويس اروح انا اضطره لاضيق الطرق ولا ابداه بالسلام، لان ده مش حكم عام، ده حكم خاص في حادثه معينه. يعني غير المسلم اللي عايش مع المسلم لو بيحسن معاملته تحسن معاملته، لكن لو ابتدى يسيء اليك ضيق عليه بقى، بين له انك ليك انياب عشان يرجع لحسن المعامله تاني. واضح الكلام؟ فنبطل بقى حكايه ايه الفقه اللي بياخدوه من الصفحه الدينيه ومن الإذاعات والفضائيات، ده مش دين، ده دي ثقافة ومعلومات قد تكون خطأ لأنها معلومة غير كاملة، والمعلومة الغير كاملة أخطر من الجهل. يعني الجهل أحسن، لأن لما بتاخد نص علم بتفتكر إنك أنت عالم، تقوم تنقلب من جاهل إلى جاهل مركب. فالجهل المركب ده زي مرض خبيث صعب العلاج منه. وأهل الذمة، لأن الصدقة عليهم جائزة. الصدقة اللي هي إيه؟ مطلق صدقة التطوع وليست الزكاة. يبقى الصدقة هنا صدقة التطوع وليست الزكاة. الزكاة يشترط مسلم فقير حي عشان تطلع فلوس الزكاة، لمسلم فقير حي، يعني ما ينفعش أجهز بيها ميت من أموال الزكاة. وما ينفعش انفقها على حيوانات بهاء، لكن ممكن اوقف على البهاء في الوقف او اتصدق على البهاء لجمعيه الرفق بالحيوان، مجراش حاجه، لكن مش من اموال الزكاه، من اموال الصدقه العامه وليه اجر. واضح؟ يبقى الصدقه هنا اللي بيتكلم عليها يجوز الصدقه عليهم على اهل الذمه، يعني اي من غير الزكاه. قول وفرع، وقال لك على اصل موجود وفرع لا ينقطع. وفرع اي تابع، وهو ما عدا الطبقه الاولى. يبقى الطبقه الاولى اللي موقوف عليهم دي اسمه الاصل،
يبقى موجود. اما اقول مثلا ينفق على النساء غير المتزوجات عشان ما لهمش عائل، ثم المطلقات والارامل، يبقى النساء غير المتزوجات دول الاصل موجود ولا مش موجود؟ موجود كتير، واخد بالك؟ والفرع اللي هو ايه اللي هو الملحق بيهم بقى، الارامل والمطلقات. فهمت بقى؟ وفرع تابع وهو ما عدا الطبقة الأولى فيشمل الوسط والآخر. الوسط والآخر أما أقول إيه؟ هذا المال موقوف على مرضى الكبد، ثم على مرضى الأورام، ثم على مرضى العاهات المستديمة التي تؤدي لعجز. يبقى أنا عندي هنا وسط وعندي آخر وعندي أصل، فيشمل الوسط والآخر. وقول لا ينقطع أي بل يدوم، وهو مبني على يعني يدوم يعني عرفا، يعني مش يدوم يعني دايما. والله هتقول لي في حاجة دايما؟ مفيش حاجة دايما، يعني الدايم عرفا، فاهم؟ يعني ممكن أقول على فلان ونسله، كويس؟ فلان ده موجود نسله لسه هيتجوز ويبقى ليه نسل. افرض الجدع ده اتجوز وبقى ليه نسل ونسله ده لم يعقب، يبقى انقطعه في الاخر، فاهم؟ طب يروح فين بقى الوقف؟ ما هو لسه المال موجود والنسل انقطع، يروح لاقاربه، اقرب ناس ليه. شوف بقى الجدع ده فين ولاد عمه؟ فين ولاد خاله؟ فين وينفق عليه؟ واضح؟ يعني لا ينقطع عرفا مجازا مش على الحقيقة. ليه؟ لأن كل من عليها فان. واضح؟ يبقى إيه؟ وفرع لا ينقطع مجازا وليس حقيقة، يعني عرفا يعني. وهو مبني أي بل يدوم، ويدوم هنا برضو عرفا دوام مجازي وليس دوام حقيقي. وهو مبني على أن منقطع الوسط أو الآخر باطل وهو مربوح، فهم؟ يبقى احنا عندنا الوقف يصح على الأصل الموجود سواء كان له فرع موجود أو ليس له فرع. واضح؟ يبقى خلاص ده الراجح في المذهب. لا ينقطع أي بل يدوم، وهو مبني على أن منقطع الوسط أو الآخر باطل، ده وجه في المذهب وده مرجوح، والراجح الصحة كما سيأتي. ولم يقيد الفرع بالموجود كالأصل لعدم كونه شرطا فيه، يعني مش شرط الفرع يبقى موجود، الفرع بيتوالد يجي بعدين براحته، لكن المهم الأصل موجود. فخرج الوقف على من سيولد للواقف تفريع على مفهوم قول موجود، لأن الأصل ليس موجودا في هذا المثال. من سيولد يعني حتى لو جنين، حتى لو مراته حامل ولسه ما ولدتش، ويقول ما يصحش. واضح؟ لكن لما يتولد يصح، لأنه يبقى الأصل موجود. تفريع على مفهوم قوله موجود لأن الأصل ليس موجودا في هذا المثال. قوله وقول الوقف على من سيولد للواقف، وكذا الوقف على ولده ولا ولد له. فإن كان له ولد، فإن كان له ولد ولد، يقول هذا الوقف وقف على ولدي، ملوش ولاد لكن ليه حفيد ولد ولد، سواء هذا الحفيد. أما يقول لك ولد ولد يعني يدخل حفيد البن ابناء بناته وابناء ذكور، يعني ذكور اللي هم الصبيان، لان كل مولود ولد، يعني ولد يطلق على الانثى وعلى ايه؟ الذكر. لكن انا بقول على ابنائي
أبنائي يروح للذكور بس دون البنات، ولو قال بناتي يروح للبنات بس وما يروحش للذكور، لو قال أولادي يبقى يروح للمولود لولادهم حتى ولو خنث، واخد بالك ازاي؟ ذكر او انثى او خنث كلهم ولد، واضح؟ فهنا بيقول ايه؟ كذا وكذا وكذا الوقف على ولده ولا ولد له، وكذا يعني مثال اخر على مقطوع الاول. وكذا الوقف على ولده ولا ولد له، فان كان له ولد ولد في الحالة دي بس يصح. هو قال على ولدي، لكن هو ليه ولد ولد، ملوش ولد مباشر، ولده المباشر مات، ساب له عياله. فهم؟ طالما ليه ولد ولد، ما هو ايه؟ الابن ابن وان سفل، كما ان الاب اب وان علم. مش كده؟ احنا نقول كده في المواريث. طيب، اعمال الكلام خير من اهماله. في قاعدة ثانية، يقول لك اعمال الكلام خير من اهماله. لما يقول على ولدي ولا ولد له، لكن ليه ولد ولد، فبدل ما نبطله نبطل كلامه خالص نديه للأحفاد. فهمت بقى؟ ليه؟ لأن إعمال الكلام خير من إهماله. كذا وكذا الوقف على ولده ولا ولد له لا يصح إلا لو كان له ولد ولد، يبقى يصح. فهمت بقى كلام الشيخ؟ فإن كان له ولد ولد صح، وصرف صونا لعبارة الواقف عن الإلغاء، صونا لعبارة الواقف عن الإلغاء. ليه؟ لأن القاعدة عندنا إعمال الكلام خير من إهماله. كل ما أقدر أخلي الكلام ده له واقع عملي يبقى أحسن من أنا ألغيه خالص، واضح؟ فإن حدث بعد ذلك ولد شاركه على المعتمد، يعني قال هذا الوقف على ولدي ولا ولد له هو، لكن ليه ولد ولد، راح للولد ولد، سنة اتنين تلاتة خلف هو ولد تاني. فهمت بقى؟ الولد ده ليه عم، يروح لولده وولد ولد، يروح للولد والولد ولد. فهمت بقى ازاي؟ يعني يدخل اللي ليه؟ لأنه ده دخل مندرج للأصل الموجود، واضح؟ اللي هو ولد الولد هنا كان يعتبر الأصل الموجود. فإن حدث بعد ذلك ولد شاركه، شاركه تعود الهاء هنا على مين؟ على ولد الولد، أي شارك ولد الولد. فهمت الكلام؟ صح صح كلام المشايخ بتوع زمان، بالذات في القرون اللي هي القرن العاشر الهجري والحادي عشر والثاني عشر الهجري، كان معظم كلامهم يحبوا الضمائر الكتير. طريقتهم كده ليه؟ عشان يلغز العبارة، علشان الطالب ما يحصلش على الكتاب ويستغنى عن الشيخ. فهمت؟ يقوم يلغز العبارة، يقوم الطالب حتى لو جاب الكتاب يلاقي ضمائر كتيرة كده، يلاقي العبارة مقفولة، يقوم يروح للشيخ يربع قدامه يسأله يفك له العبارة يتعلم من الشيخ. فكانوا يقصدوا هذا، واخد بالك؟ الآن يا شيخ نريد أن نكتب في الكتاب، هل يجوز علينا أن نفعل مثل هذا؟ والله ضاع العلم بتبسيطه. ليه؟ لأن جرأ الناس يشتري الكتاب يقول لك إيه ويقراه يفتكر إنه فهم، فما يروحش للشيخ، ودي المشكلة. لازم العلم شيخ وتلميذ ومنهج، هو ده العلم، ومداومة وصلاح بال وصلاح حال ورزق حلال ونية حلوة، هو ده العلم. يقوم يجي الفهم، واضح؟ يجي بقى الفهم على طول، غير كده بقى مش هتلاقي فهم، هيبقى معلومات، هيبقى ثقافة، لكن مش هيبقى علم. وشاركه على المعتمد، على المعتمد يعني ايه؟ يعني يقول لك في الوجه المقابل للمعتمد يقول لك طالما ما كانش موجود ما يخشش ساعة الوقف، طالما ما كانش موجود يفضل لولد الولد وما يشاركوش الولد اللي حدث بعد الوقف، لكن المعتمد لا يشاركه، واضح؟
وكذلك الوقف على فقراء أولاده ولا فقير فيه. يعني لو قال هذا المال وقف على فقراء أولادي وأولاده كلهم ما شاء الله أغني، مفيش فقير، يبقى الأصل مش موجود، يبقى هنا مفيش أصل موجود، يبقى لا يصح الوقف. واضح؟ فإن كان فيهم فقير وغني صح، لأن هيبقى في أصل موجود الفقير منه، ويعطى منه من افتقر بعد ذلك من الغني الوقت يلحق به. واضح؟ زي ما قلنا برضو في ايه، ولد الولد يروح لولد الولد، ولو جاء ولد بعد كده يروح للولد مع ولد الولد، نفس الحكاية. كل دي أمثلة، الأمثلة اللي بيقولها لك الشيخ مش أحكام شرعية، ده فهم لأحكام الشرع، فبيعلمك الفهم ازاي تطبق ازاي تفهم، لكن ما تتقيدش بالمثال. ممكن انت تسيب المثال ده وتقول تجيب انت 20 مثال تاني، فهمت؟ لانه ده بيحاول يعلمك الفهم بس. ويسمى هذا منقطع الاول، اللي هو ملوش اصل موجود يسموه منقطع الاول، وهو باطل، طالما الاصل مش موجود يبقى باطل، على الايه؟ على المعتمد، لعدم امكان الصرف اليه في الحال، فكذا ما ترتب عليه ومنه وقفت كذا فيما شاء الله. يعني لو قال برضو وقفت هذا المال فيما شاء الله او فيما شاء زيد، وكذا فيما شئت انا، ولم يسبق منه مشيئة فيهما، يعني بقى على ايه؟ على جهة مبهمة. لما يقول فيما شاء الله دي مبهمة، احنا نعرف مشيئة الله ايه؟ او يقول فيما شئت وما بينش مشيئته، تبقى مبهمة، يبقى ما ينفعش ان انا اوقف على مبهم، على جهة مبهمة. واضح؟ لكن لو محدد انا المشيئة بتاعتي في مجلس اخر، قلت لهم والله انا بفكر كده نفسي اوقف هذا المال لبناء مسجد في الحتة الفلانية، وبعدين بعد 3 4 ايام قلت لهم انا حوقف هذا المال فيما شئت، يصح؟ لانه سبقت له مشيئة. واضح؟ لكن لو ما سبقتش له مشيئة ما يصحش، لانه كأنها جهة مبهمة، زي ما يقول فيما شاء الله، طب وشاء الله فين؟ واحنا نعرف مشيئة الله؟ فهمت؟ فإن سبق منه مشيئة صح وعمل ببيانه. طب إذا لحقت منه المشيئة بعد الوقف لا يصح الوقف، يبقى يبدأ الوقف من تحديد المشيئة، إنما لا يصح الوقف قبلها. واضح؟ لكن لو المشيئة وضحها قبل الوقف صح الوقف، لكن لو وضح المشيئة بعد الوقف لم يصح الوقف، ويستأنف الوقف من بعد توضيح المشيئة. فهمت المثال؟ قوله فإن لم يقل ثم الفقراء كان منقطع الأول والآخر. يعني لما يقول مثلا إيه، قال هذا المال وقف على من سيولد لي، وهو لسه مش متجوز، فضلا عن أنه يبقى ليه أولاد أصلا، ثم الفقراء، فهمت؟ يبقى ده منقطع الأول والآخر. أيوة، هو باطل بالأول، لأن الفقراء جهة برضو مبهمة، فهمت إزاي؟ وما بقتش معتبرة لأن ملهاش أصل موجود تستكن عليه. لكن لو أنا ليا أبناء وقلت على أولادي ثم الفقراء، يبقى الفقراء دول يخش الجهة يعني بقت إيه، زال إبهامها بإيه؟ بإنها بقت لها أصل ترتكن عليه. فإن لم يقل ثم الفقراء، أي بل اقتصر على الوقف على من سيولد، وقوله كان منقطع الأول والآخر، أي وهو باطل. قوله احتراز عن الوقف المنقطع الآخر، الوقف المنقطع الآخر الراجح إن هو يصح طالما أصله موجود،
حتى لو كان منقطع له، لكن ايه ده المعتمد يعني. لكن هو ماشي هنا على الوجه في الشرح، لكن في الحاشيه وضح قول احتراز اي ذو احتراز عن الوقف المنقطع الاخر ومثله منقطع الوسط كقوله وقفت هذا على زيد ثم رجل ثم الفقراء. ايه رجل ده مبهم، يبقى منقطع الوسط واضح. او وقفت هذا على اولادي ثم هذا العبد لنفسه او هذه البهيمة. هذا العبد لنفسه، العبد ده بتاعه ما ينفعش يوقف عليه واضح، لانه ملوش ذمة مالية. او هذه البهيمة ثم الفقراء، يبقى منقطع الوسط برضه، وهو صحيح على الراجح. يبقى منقطع الوسط صحيح على الراجح، لانه الوسط يلغى ويبقى الاصل موجود والاخير خلاص. ثم اذا مات الاول صرف لما بعد الثاني، لانه اي ثم، يبقى ثم تقتضي الترتيب. استوعب الاول، لكن لو قال على فلان وفلان يبقى تقتضي الجمع كله ياخد، فهم؟ ثم اذا مات الاول صرف لما بعد الثاني، لما بعد الثاني لانه منقطع الوسط في المثال، ان لم يعرف امدا انقطاعه كما في المثال الاول، وان عرف امدا انقطاعه صرف لاقرب رحم الى الواقف مدة وجوده، ثم بعدها يصرف للثالث. وإن عرف أمد انقطاعه صرف لأقرب رحم إلى الواقف، ورحم هنا على فكرة إيه؟ يعني غير وارث. أقرب رحم يعني غير وارث. مدة وجوده ثم بعدها يصرف للثالث. كل دي أمثلة على منقطع الوسط. قوله كقوله وقفت هذا على زيد ثم نسله، ويدخل في الوقف على الذرية والنسل والعقب أولاد البنات. لما يقول على ذريتي، على نسلي، على عقبي، يدخل أولاد البنات لصدق اللفظ بهم. أما في الذرية الدليل أن الذرية يدخل أولاد البنات فيها كمان إيه؟ فلقوله تعالى ومن ذريتي داود وسليمان، قال ومن ذريتي داود وسليمان وأيوب ويوسف وعيسى وموسى وهارون كذلك نجزي، فحط عيسى معاه. عيسى ده ابن بنت ملوش أب، فقال من ذريتي يبقى يدخل الذرية أولاد البنات، فهمت؟ إلى أن ذكر عيسى، وليس إلا ولدا ولد البنت والنسل، لو قال والنسل والعقل في معنى الذرية برضه، إلا إن قال لو قال على من ينسب لي إلي منهم، فلا يدخل أولاد البنات فيهن في من ذكر. لو قال إيه على من ينسب إلي، إحنا عارفين اللي بينسب إليه الذكور مش كده برضو؟ أولاد وبناته ينسبوا إليه ياخدوا، لكن بنات أولاد البنات ما ياخدوش، لكن بناته ياخدوا لأن منسوبين إليه. طب أولاد البنات منسوبين لإيه؟ لأزواج بنات، يبقى خرج، فهمت؟ ده لو كان راجل. طب ولو كان ست بتقول إيه؟ وقفت هذا المال على من ينسب إلي، يروح لأولادها الذكور والبنات، فهمت بس؟ فهمت بقى الحكاية؟ لأن دي ست، ست النسبة العرفية إن كل من تلدهم منسوبين ليه أمهم، واضح؟ انما لما يقول ينسب الي وهو رجل يقصد اللي يحمل اسمه، فهمت بقى ازاي؟ فيدخل بناته لكن يخرج بنات بناته واولاد بناته، واضح الكلام؟ كل ده اعمال للكلام، اعمال لكلام الواقف، لان كلام الواقف بنعتبره كانه شرع ونحاول ننفذه ولا نهمله. يقول لك اعمال الكلام خير من اهماله. كحكم كشرط كحكم الشارع، نص شرط الواقف كحكم الشارع.
فلا يدخل أولاد البنات في من ذكر إن كان الواقف رجلا، لما قال ينسب إليه. فإن كان امرأة دخلوا فيه بجعل الانتساب فيها لغويا لا شرعيا. مش ربنا بيقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله؟ يبقى ده الشرع يقول ادعوهم لآبائهم. فيبقى لما يقول كده الأب يبقى اللي ينسبوا ليه، واخد بالك؟ إنما المرأة لما تقول من ينسب إلي يبقى نفهم النسبة هنا مش شرعية، نسبة لغوية. واضح؟ يبقى نقدم الشرع، فإن لم يوفي الشرع نقدم العرف، فإن لم يوفي العرف نقدم اللغة. بالترتيب كده نقعد نفكر، يعني اللفظ ده له معنى شرعي احمله عليه، ملوش معنى شرعي له معنى عرفي احمله عليه، ملوش معنى عرفي له معنى لغوي احمله على اللغة. واضح؟ يعني يقول وقفت هذا المال على من لم يأكل اللحم، تقوم تجيب الجماعة النباتيين يوم ما دول اللي ياخدوا من المال. طب واللي بياكل سمك؟ ما قال اللحم، فهمت؟ ربنا قال على السمك لحما طريا، لكن في العرف في مصر اللحم غير السمك. اما يقول لك هعزمك على لحمه غير اما يقول لك هعزمك وبعدين انت يعمل لك سمك تقول له انت مش قلت لي هتاكلني لحمه، صح ولا لا؟ يبقى احنا عندنا اللحمه غير السمك، فيبقى نحملها على العرف. يعني العرف، عشان كده المعروف عرفا كالايه؟ كالمشهور شرط. وعشان كده الامام الشافعي من ضمن قواعد مذهبه ايه؟ يقول لك قواعد مذهب الإمام الشافعي اللي هو يقول لك اليقين لا يزول بالشك، مثلا أمور بمقاصد، يقول الضرر يزال، يقول العادة محكمة، وال إيه والميسور لا يسقط بالمعصور. خمس قواعد في مذهب الشافعي قايم عليها كل المذهب، خمس قواعد: الأمور بمقاصدها، الضرر يزال، اليقين لا يزول بالشك، والعادة محكمة، والميسور لا يسقط بالمعصور. خمس قواعد قام عليها مذهب الشافعي. العادة محكمة اللي هي المعروف عرف، اللي هي العرف، ادي معنى العادة محكمة، فهمت بقى؟ عشان كده لو قال للمرأة أنت طالق لو أكلت لحمة فأكل سمك لا تطلق. واضح؟ ليه؟ لان هنحمل على المعنى العرف. ولو قال والله لا اكل اللحم فاكل سمكا لا يحنث، ما نقولوش انت كده حنفت في يمين، فهمت بقى المساله؟ وهكذا. يبقى احنا هنا لما قال الراجل من ينسب اليه فهمناها نسبه شرعيه، ادعوهم لابائهم، يبقى خرجنا اولاد البنات. واضح؟ لو امرأة قالت من ينسب إلي قلنا طب هو بينسب للنساء في الشرع؟ ما بينسبش بالنساء في الشرع، ده بينسب لآبائهم، ربنا بيقول ادعوهم لآبائهم، مش كده؟ يبقى نفهم هنا النسبة بالمعنى اللغوي بقى. واضح؟ فهمت بقى المعنى؟ فإن كان امرأة دخلوا فيه بجعل الانتساب فيها لغويا لا شرعيا، لأنه لا نسب فيها شرعي. قال تعالى ادعوهم لآبائهم، فالتقييد فيها لبيان الواقع لا للإخراج. ولا تدخل أولاد الأولاد في الأولاد، ويحمل عليهم عند عدم الأولاد بس. أما يقول وقفت هذا المال على أولادي، طول ما الأولاد عايشين ما يروحش للأحفاد. واضح؟ يروح للأحفاد امتى؟ اما يموت الأولاد. واضح؟ ويحمل عليهم عند عدم الأولاد. ثم إذا وجدوا بعد كده الأولاد دول كبروا وجوزوا وأنجبوا أولاد دخلوا معاه، ثم إذا وجدوا شاركوهم. والابن لا يشمل البنت. اما يقول وقفت هذا على أبنائي، يخرج البنات.
وعكسه. ولو قال وقفت أذى على بناتي لا يدخل الأبناء، أدي عكسه. لما يقول وقفت أذى المال على بنتي وهو لي بنت ولد، يبقى البنت دخلت والولد خرج. لو قال وقفت أذى على ولدي دخلت البنت والولد. مش ربنا بيقول فإن كان له ولد فلأمه السدس، فإن كان له ولد، هو ولدان يعني بمعنى مولود ذكر أو أنثى، مش كده برضو؟ والابن لا يشمل البنت وعكسه، والولد يشمل الذكر والأنثى، والخنث لا الجنين، الولد يعني المولود. ولا ولد لا الجنين ولا ولد الولد، والمولى يشمل المعتق والعتيق. اما يقول ايه وقفت هذا المال على موالية، يقوم لو كان عبد حر تحرر يبقى يروح المال ده لمن اعتقه لانه مولاه، ولو كان الرجل ده له عبيد حررهم فالعبيد دول مواليه فيروح ليهم، يعني هو على المعتق وعلى المعتق، لان مولى تطلق على الاثنين على سبيل الاشتراك. واضح؟ ولا ولد ولا ولد الولد، والمولى يشمل المعتق والعتيق. هو حط لك العتيق ليه؟ عشان ما يكتب لكش المعتق والمعتق، وهي يقصد المعتق والمعتق، فعملها لك والعتيق علشان ايه ما تحترش يعني. ويشرك بينهم على عدد الرؤوس إن وجد كل منهما، فإن وجد أحدهما اختص به، ولا يشركه الآخر إذا وجد بعده. وفارق ما تقدم في أولاد الأولاد، خد بالك في أولاد الأولاد قلنا يصرف على الأولاد، ولو جابوا بعد كده أولاد أولاد يشتركوا معاهم يلحقوا بيهم، لكن في العتيق يروح للمعتق اللي هو المولى، ولو ليه بعد الوقف موالي اخرين ما يشاركوهمش. واضح؟ يعني لو اعتق بعد ما وقف على مواليه دول وبقى ليه موالي تانيين بس بعد ما دول ما يدخلوش، خلافا لاولاد الاولاد. فهمت بقى؟ وفارق ما تقدم في أولاد الأولاد بأن إطلاق المولى على كل منهما على سبيل الاشتراك اللفظي، وقد دلت القرينة على إرادة أحد معنييه وهي الانحصار في الموجود، فصار المعنى الآخر غير مراد. ولم يزد على ذلك، فإن زاد عليه كأن قال ثم الفقراء لم يكن منقطع الآخر كما هو الظاهر. وفي طريقان، أما يقول وقفت هذا على زيد ثم نسله ولم يزد على ذلك، وفيه طريقان، أحدهما احتراز عن الوقف المنقطع الآخر كقول وقفت هذا على زيد ثم نسله ولم يزد على ذلك، وفيه طريقان، ولم يزد على ذلك فإن زاد عليه كأن قال ثم الفقراء لم يكن منقطع الآخر كما هو الظاهر. وفي طريقان، أي في منقطع الآخر طريقان للأصحاب. يبقى طريقان هنا مش طريقان إيه للمذهب، ده طريقان للأصحاب، يعني طريقتان للأصحاب في استنباط الإيه المذهب الشافعي في هذه المسألة، يبقى اسمه وجهان. يبقى استعمل الطريقان ويقصد بها الوجهان. وفي طريقان، أي في منقطع الآخر طريقان للأصحاب. قول أحدها أنه باطل، أحدها أنه باطل أي أحد الوجهين، أن منقطع الآخر باطل، الآخر باطل وهو مرجوح. وقوله هو الذي مشى عليه المصنف، أي حيث قال وفرع لا ينقطع، يعني هو كان حق المصنف همشي على الراجح يقول إيه ويشترط أن يكون على أصل موجود ويسكت، ما يقولش بقى وفرع لا ينقطع. واضح؟ لكن لما قال وفرع لا ينقطع دليل انه مشي على المرجوح.
واضح؟ لكن الراجح الصحة، استدراك على قوله وفي طريقان، لأنه يوهم استواءهما فدفع ذلك بالاستدراك. لما بيقول لك لكن الراجح، لما قال لك في طريقان تحتمل الاثنين متساويان، قال لك لكن الراجح دل على أن هناك أرجح وهناك راجح ومرجوح. ويصرف بعد انقراض زيد ثم نسله إلى أقرب الناس إلى الواقف، لما يبقى منقطع الآخر، لما يقول إيه هذا المال وقف على زيد ونسله، خلص زيد مات ونسله ماتوا، طب هيروح فين المال ده؟ قال لك إلى إيه؟ أقرب إيه؟ الناس إلى الواقف رحما لا إرثا. الرحم يعني اللي هيجي له خاله، ولاد خاله، ولاد عماته، اللي هم ما يورثوش بأي حال، فهمت؟ يروحوا ليهم. رحما لا إرثا في الأصح، في الأصح، لكن هنا مقابل الأصح في الصحيح أقاربه، بدل ما يقول لك رحمه يقول لك أقارب وخلاص، فهم؟ فيقدم ابن بنت على ابن عم، فإن لم يوجد بصفة الاستحقاق فإلى الأهم من مصالح المسلمين والفقراء والمساكين. افرض بقى ما فيش أي جهة أخرى، مالوش أقارب، مات زيد ومات نسله وزيد مقطوع من شجر. يعني إيه مقطوع من شجر؟ يعني ما كانش أصلا بلده هي هنا، ده هو جاي لنا مثلا دخل في الإسلام وعاش عندنا، وبلده كانت مثلا بلغاريا مثلا، لكن جه استوطن مصر. أقاربه فين؟ في بلغاريا، ما نعرفهمش، استوطن مصر فإحنا وقفنا المال عليه، هو بقى ليه نسل، هو ونسله ماتوا بعد عدة سنوات، ملوش أقارب، يروح لفين؟ يبقى لفقراء المسلمين وخلاص، يبقى هيروح لفقراء المسلمين، فاهم؟ فإن لم يوجد بصفة الاستحقاق فإلى الأهم من مصالح المسلمين والفقراء والمساكين. والثالث، في سؤال بيقول ايه، نكرر جزء المشيئة، لما يقول وقفت هذا فيما شاء الله او فيما شاء زيد، المشيئة غير معلومة طالما مش محددة، يبقى كأنه وقفه على اصل غير موجود، فهمت؟ لما طالما ابهم المشيئة يبقى الاصل غير موجود، واحنا عندنا لازم الوقف على اصل موجود، مش كده برضو؟ كونه بقى على فرع لا ينقطع، دي بقى مسألة فيها خلاف في المذهب، ما يشترطش الفرع لا، فهمت ازاي؟ لكن المهم يبقى في اصل موجود. لو قال فيما شاء الله يبقى ما فيش اصل موجود، الا لو كانت له مشيئه معروفه. او لو قال هنيجي بقى ايه، وقفت هذا على فلان ان شاء الله، دي مساله ثانيه في المشيئه، ان قصد التعليق او قصد الايه؟ ان قصد التعليق لا يصح، لان لابد ان يكون منجزا. ولو قصد في المثال الأخير ده التبرك بالمشيئة فصح، فهمت ازاي؟ زي لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين. يبقى أحيان قول المشيئة على حتى على أصل موجود يقصد بها التعليق فهنا لا يصح لو قصد التعليق، ولو قصدها على لمجرد الذكر والتبرك صح، انما لو خلى الاصل هو المشيئه، وقفت هذا المال على ما شاء الله او على ما شئت، يبقى كانه على مبهم، يبقى مفيش اصل موجود. واضحه؟ بيقول هنا والثالث، كان الانسب ان يقول وثالثها، مش هو احدها، كان يقول ثانيها، ثالثها، نفس الكلام، فقال والثالث، كما تقدم نظيره. وقوله ألا يكون الوقف على محظور، محظور أي ألا يكون في معصية، لأن الوقف شرع للتقرب فهو مضاد للمعصية. وقوله بضاء مشالة أي قبلها حاء مهملة،
وإن يعني في الرسم، في الرسم الظاء دي كأنها ح وبعدين تحط عليها ألف، مش كده برضو؟ كأنها ح كده وتحط عليها ألف، ده من حيث الرسم يعني. وإنما وصفت الظاء بالمشالة لأنه يشال اللسان عند النطق بها، ظاء ظاء. وبعضهم قال لك مشالة علشان الألف اللي نزل عليها ده كأنه شايلها، تقدر تشيلها منه، من حيث الرسم الصورة، واخد؟ من حيث صورة الحرف في الكتابة فهو مشال، ومن حيث صورة الحرف في النطق فهو يشال اللسان فيه، فهمت؟ فمشالة إما بسبب النطق أو بسبب الكتابة، الاثنين صح، واضح؟ أي محرم، يعني محظور. يعني إيه هنا؟ يعني محرم. تفسير للمحظور، لأن قد يكون محظور بمعنى محبوس ومنها الحظيرة، مش كده؟ وقد يكون محظور يعني إيه غير، يعني إيه حظره الشارع، يعني منعه الشارع، واللي منعه الشارع يبقى حرام، فهمت؟ ومن المحرم كتب التوراة والإنجيل المبدلين. وقفت هذا المال لطباعة التوراة والإنجيل ليه يا مسلم؟ لكتب مبدلة ومحرفة، فهمت؟ ونسخت، حتى لو لم تكن مبدلة ومحرفة فقد نسخت بقرآن، فهمت؟ ومن المحرم كتب التوراة والإنجيل المبدلين، اللي هم الموجودين يعني حاليا. طب هو في نسخ صحيحة؟ مش فيش نسخ، كل دي تراجم بعد تراجم على مئات آلاف السنين، حاجة ترجمت آلاف المرات على مدى آلاف السنين وانتقلت إلى آلاف اللغات، ده هي أول ترجمة خيانة للنص، أول ترجمة بس خيانة للنص، فما بالك ترجمة الترجمة وترجمة ترجمة الترجمة وترجمة ترجمة ترجمة الترجمة، لدرجة في الآخر اللي وصل لنا ده لا هو ده التوراة اللي نزلت على سيدنا موسى ولا هي دي الإنجيل بتاع سيدنا عيسى، فهمت؟ من كثرة التراجم وتوالي اللغات المختلفة، لدرجة إن كان في كتاب اسمه المسيحية نشأتها وتطورتها لراجل مستشرق اسمه شارل جنيبيير، وكان هذا شارل جنيبيير كان أستاذ في فرنسا أيام ما كان الشيخ عبد الحليم محمود بيعمل الدكتوراه بتاعته، وكان راجل بيشتغل في تاريخ الأديان، هو مسيحي ومات على مسيحيته، لكن هو راجل مؤرخ، فبيقول إن ما فيش في أي نص من نصوص الأناجيل بجميع اللغات ولو أقدمها إن المسيح ابن الله، دي الكلمة دي مش موجودة أصلا، ما فيش حكاية إن المسيح قال أنا ابن الله دي، لكن يبدو إن هو قال أنا خادم الله أو أنا عبد الله، فلما ترجمت عبد إلى خادم ثم ترجمت خادم إلى ابن بالترتيب كده لحد ما تغيرت من عبد إلى خادم ثم ابن، إنما ما فيش في الأصول ابن الله دي خالص، والقرآن حللها لنا، يقول إيه؟ إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي، مش كده برضو؟ هو قال إني عبد الله بس باللغة بتاعته، اللغة السريانية القديمة، فيبدو أن كلمة اللغة السريانية القديمة ما كانش معروف ترجمة كلمة عبد فيها، فهمت؟ لقوها كده كلمة كده غريبة مكلكعة مش معروف معناها ولا اشتقاقها، قعدوا يفكروا ايه اقرب حاجة ليها، قالوا يمكن خادم، تمشي خادم، حط خادم، وبعد شوية لقوا طب خادم ايه ده نبي مكرم، ازاي اكتب عليه خادم؟ واخد بالك؟ خادم دي يعني فيها نوع برضه من الايه، من عدم يعني مراعاة المقام بتاع النبوة والرسالة، اصل هما لسه ما قالوش ابن الله، ده مروا بمراحل، فقالوا ايه طيب نخليها اي حاجة، مولى الله، فهمت؟ ولي الله، اني ولي الله، وتتغير من ولي الله لحد ما اجتمعوا وقالوا طب احنا بنتعب نفسنا ليه؟ نخليها ابن الله،
وبعد كده قالوا لا مش ابن الله ده هو الله. وهكذا بالتطورات على مدى بقى السنين الطويلة، ويعملوا بقى ايه لاهوت وكهنوت وشغلانة، ويقول لك لا تمرها على العقل مرها على القلب، لان لو مرتها على العقل هتكفر، لان هي دي طريقتهم. تيجي تناقشهم يقول لك لا احنا علمونا من صغرنا ان دي تتاخد من فم القس اللي يعلمنا على القلب على طول، ما تعداش على العقل، عقل ما ينفعش. فهمت؟ ادي طريقته. ربنا ينجي يا سيدي. عشان كده تراجم القرآن غير معتبرة، ليست قرآنا، تراجم القرآن دي فهم المترجم، فهم المترجم، فمش هي دي القرآن ولا ليها حكمه. يعني ممكن تمسكها وانت مش متوضي، ممكن تقرأها وانت جنب، ملهاش حرمة القرآن، دي تراجم. فاهم؟ اذا كان فرنسا اللغة الفرنسية لوحدها بس في حوالي 250 ترجمة بالفرنسية للقرآن، 250 ترجمة مختلفة، ده في لغة واحدة. عشان كده عشان توصل للقرآن لازم تتعلم العربي، لو عايز بقى قرآن يبقى تعلم العربي. أي محرم تفسير للمحظور، ومن المحرم كتب التوراة والإنجيل المبدلين والسلاح لقاطع الطريق. يقول لك أنا حقت هذا المال لتسليح البلطجية والشبيحة، الشبيحة في سوريا والبلطجية في مصر واليمن، واخد بالك؟ فيبقى كده حرام، فلا يصح وقف ذلك. قاطع الطريق يسموه ايه؟ شاطر، شاطر لانه بيشطر الطريق. ساعات يقول لك ايه؟ كان شاطرا فتاب الله عليه فاصبح وليا. شاطرا يعني كان قاطع طريق حرام، وبعدين ربنا زي الفضيل بن عياض، كان شاطرا فتاب الله عليه وصار وليا عالما وجاور في ارض الحجاز ومات على صلاح وتقوى. يعني لما حد يقول لك يا شطار معناه حراميه، بس يعني بقى ليها معنى عرفي جديد يعني مختلف، لكن اصل اشتقاقها الحرامية. لكن المصريين يقولوا يا شاطر يعني يا ايه؟ يعني يا نبيه، يعني اي حاجه حلوه يعني. زي المصريين العوام يقول لك ربنا يرزقك، عارف يرزقك يعني يجيب لك مصيبه، لان جاي من الرزيه، يقول لك ربنا يرزقك. يا عم قول يرزقك، في رزق وفي رزية، يرزقك يعني يرزيك بمصيبة، يبقى بيدي عليه. فهمت؟ لكن ربنا طبعا لا يعجل للإنسان الشر استعجالي بالخير، ربنا بيحملها على أحسن المحامل. لكن تملي عوام المصريين كده يقول لك إيه رب، زي برضه ما يجي يدعي لك يقوم يدعي عليك يقول لك ربنا يديك على قد نيتك، دي مصيبة، نيتنا زبالة، أنا عايز على قد كرمه. نيتي إيه؟ وأنا ليا نية، مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك. فيقوم يجي يدعي لك يبقى بيدعي عليك. مصايب، مصايب بتشوفها طول النهار. ربنا ينجينا. مفيش حاجة اسمها يدينا على قد نيتنا. نستغفر الله، يدينا على قد كرمه. إيه نيتك دي؟ ومفيش حاجة اسمها ربنا يرزقك، هيجيب لك مصيبة يرزقك، يقول لك أصل أوقاف صعبة. طب ربنا يعطيك، ربنا يوسع عليك، ربنا يفتح عليك، الكلام كثير، البدائل كثيرة يعني، يعني البدائل كثيرة. يرزقك جاية من الرزية، لكن العوام عندهم القاف يخليها همزة. فهمت؟ زي الواد واقف في الجيش في الصف، الشاويش بيقول له اسمك ايه؟ قال له قرني، راح ضربه على وشه، قال له قرني، قال له قرني، فقام بيسال اللي بعده بيقول له اسمك ايه؟ قال له قحمد. خاف يتضرب، خاف يتضرب. شويه جهله واقفين جنب بعض.
يعني الواحد ايه يبقى عنده حس لغوي. انا نفسي كده، عارف اما تربي في نفسك الحس اللغوي وتمسك الكلمه كده تفهمها تبقى لطيفه، حد ده يعينك على فهم القران وتذوق اللغه وتذوق اعجاز القران وتذوق يعني فصاحه النبي، الاحاديث النبويه، فصاحه الفصحاء، كل دي بيفتح لك باب كبير في اللغه. مش تاخد الكلمه كده على عوين، لا اقعد فكر فيها شويه. زي برضو المصريين يجي يقول لك اقص عليك، الاقص يعني القذاره، يعني قذاره عليك، صحش ايه اقص عليك. وتملي يقولها كده في باب الادلال، في باب الادلال يعني الدلع، يدلع، فاهم؟ وهي اصلا شتيم، فاهم؟ فحاجات كتيره. ليه بقى؟ لان فقدنا حسنا اللغوي، الحس اللغوي مهم، تكون ساعتها تحسن اختيار الكلمات. خلينا مش عايزين نحول كده. فلا يصح الوقف على عماره كنيسه للتعبد تفريع على مفهوم الشرط، ومثل الكنيسه ومثل الكنيسه سائر متعبدات الكفار كبيعه للكفار للايه؟ لليهود، وصومعه للرهبان، ومثل عمارتها حصرها وقنادلها يعني فرشها، وقنادلها يعني الوقت ايه اضاءتها، وخدمها. ولو اطلق الوقف على الكنائس فالظاهر البطلان كما أفتى به بعضهم، لأن الظاهر من الوقف عليها الوقف على مصالحها وهو ممنوع، وخرج بقول للتعبد ما لو كانت لنزول المارة ولو من الكفار فهو صحيح عليها قوله. وأفهم كلام المصنف أي حيث قال ألا يكون في محظور، وقوله أنه لا يشترط في الوقف ظهور قصد القربة، وهذا لا ينافي أنه في نفسه قربة، يعني الوقف في نفسه قربة، يعني كان من ضمن الأوقاف بتاع المصريين كاتبها الجبرتي، الوقف وقف على إيه؟ وقف الست الحيرانة، يعني يوقف ماله على الست الحيرانة. مين هي الست الحيرانة؟ أوضحها بقى في بقية وثيقة الوقف، وثائق كده قديمة مكتوبة غريبة، يقول لك الست الحيرانة التي يطردها زوجها في الليل ولا المأوى لها، يبقى ليها وقف يأويها بدل ما تمشي في الشارع، تقوم تبقى عارفة ان الست الحيرانة اللي هي مثلا ايه ملهاش مكان يأويها، وجوزها مثلا جت 12 بالليل كده تخلي معاها قال لها روحي، تنزل تروح ازاي 12 بالليل وما كانش شوارع مضاءة ولا في وسائل مواصلات ولا في حاجة، هتقعد للفجر كده، يوم يجي واحد مجنون يضربها يقتلها يعمل فيها اي مشكلة، فهم؟ تقوم على طول هي عارفة سكتها على طول، عمل فيها كده لانه زوج ندل وطردها، تروح على طول على ايه؟ على البيت اللي عامله فلان ده وقف للست الحيران، واخد بالك ازاي؟ وكان من ضمن الاوقاف برضو الغريبة حكالي عنه السيد عبد الله الصديق الغماري في المغرب، وقف مؤانسة الوحشان، مؤانسة الوحشان يعني ايه؟ مثلا كان زمان ما فيش اذاعة، ما فيش راديو مثلا، انت مش جاي لك نوم وعندك ارق وعايش لوحدك والليل طويل ومش لاقي حد حتى تكلمه، الوقت في زماننا بتفتح التلفزيون، بتفتح الاذاعة، مش كده برضو؟ عندك حاجات كتيرة تؤنسك، تسجيل اي حاجة، كان زمان ما فيش خالص حاجة زي دي، يعني سهران ولوحده يفضل بقى مستني الفجر يطلع عشان بس يسمع أذان الفجر يؤنسه، فيقوم ايه مؤانسة الوحشان ده يعمل ايه؟ يوظف يعني ناس أصواتهم جميلة ويديهم مرتبات، يطلعوا على المنابر بتاعة المساجد يقولوا تواشيح ويقولوا مدائح نبوية وتسبيحات وتهليلات بصوت عالي في جميع المساجد ويديهم مرتبات قبل الفجر بساعتين، والمرتبات دي من وقف مين؟ مؤانسة الوحشان. شوف انواع غريبة يعني من الوقف، وكلها لطيفة، حاجات لطيفة. كان في وقف هنا في الجمالية للكلاب الضالة عشان يوفروا لهم المية، الكلب عارف سكته يروح على الجمالية يشرب ويرجع يمشي في الشوارع، واخد بالك ازاي؟
ففي اوقاف ايه يعني ايه يعني الاوقاف لا مثيل لها يعني في بلاد المسلمين، تبين لك قد ايه المسلمين عندهم رحمه، ما تركوش فوق الامام الشافعي قبته في مركب كده يملاها حب علشان الطيور المهاجره من اوروبا بتبقى جايه جعانه تقوم تعدي فوق القبه تاكل، تلاقي اكل، واخد بالك؟ طبعا دلوقتي مصر ما بقتش تزرع قمح كافي، بقت الطيور تيجي طبعا بتجيب قمحها معاها من اوروبا وهي جايه غلب، حتى الطيور نفسهم بقوا غلب. وقوله انه لا يشترط في الوقف ظهور قصد القربة، وهذا لا ينافي انه في نفسه قربة ولو كان على الاغنياء، اذ في كل كبد رتبة اجر، لكن الوقف على الفقراء يظهر فيه قصد القربة بخلاف الوقف على الاغنياء فانه لا يظهر فيه قصد القربة. فقوله سواء وجد في الوقف ظهور قصد القربة كالوقف على الفقراء او لا، أي أو لم يظهر فيه قصد القربة فلا ينافي أنه قربة كما علم. قولك الوقف على الفقراء، والعبرة هنا بفقراء الزكاة، فقراء الزكاة، ولو ادعى شخص أنه فقير في الوقف على الفقراء ولم يعرف له مال قبل بلا بينة. لما واحد يجي لك يقول لك أنا فقير عايز من وقف الفقراء، ما تقولوش اثبت أنك فقير، اعمل كشف عيلة، اعمل تبعت موظفين من عندك علشان يشوفوا هو ساكن فين وعنده ايه. لا مش مشترطش، هو طالما قال لك انا فقير مش مهم بين الدين. لكن لو كان الوقف على الاغنياء وجالك قال لك انا غني وعايز اخد من وقف الاغنياء، تقول له اثبت انك غني، لانه مش هيضيع الغني يعني لحد ما يجي يثبت عنده ما يغني. انما لو هو فقير فعلا وتقول له هات لي بينه، يمكن ما يعرفش يجيب بينه. طب وعلى ما يجيب البينه دي بعد يومين ثلاثه اربعه ويجيب لك شهود ويجيب لك شغلانه، طب ما هو عايز ياكل ويشرب ثلاثه اربعه ايام دي، يعمل ايه بقى؟ هيموت. فهمت؟ انما الغني مش هيموت. يبقى الغني لو وقف على الاغنياء وجاء واحد قال لك انا غني عايز اخد من هذا الوقف، يثبت انه غني، واخد بالك؟ يبقى الفقير يصدق بكلامه ان كان الوقف على الفقراء، والغني يصدق ببينه. واضح؟ ولو ادعى شخص انه فقير في الوقف على الفقراء ولم يعرف له مال قبل بلا بينه. بلا بينه شهاده شهود يعني، مش يجيب شيخ الحاره والعمده والجيران يحلفوا يقولوا والله العظيم ده فقير مش لاقي اللضى، قاعد على الحديده حتى الحديده باعها. مش اشترى شهادة خالص، لأن أولا في ناس نفسها عفيفة يبقى فقير وما يرضاش يجيب ناس يشهدوا عليه إنه فقير. فهمت؟ ففيها تجرح كرامة الإنسان، وكرامة الإنسان مقدمة على إنه هو يعني يستوثق، فصدقوا أحسن. بخلاف الوقف على الأغنياء، ولو ادعى شخص أنه غني فلا يقبل إلا ببينة كالوقف على الأغنياء. والعبرة هنا بأغنياء الزكاة، أغنياء الزكاة اللي هم يعني لا يستحقوا الزكاة. لكن يدخل معاهم اللي هو بيكتسب كفايته وما عندوش رصيد، محوش زي معظم الصناعية، خرج اشتغل غني، بطل معهوش رصيد يشحن. فهمت؟ طيب اللي بيخرج يشتغل ده كل يوم وعندوش رصيد، ما تديلوش مال الزكاة. لا تحق لكل اللي ايه لذي قوة وايه ويكون عنده مهنة. واضح؟ يعني عامل بيشتغل وعنده صنعة وبيكسب قوت يومه، ده في الزكاة، في باب الزكاة ما ياخدش زكاة. واضح؟ لكن في باب الوقف على الأغنية يدخل. واضح؟ يدخل فيها. امتى يدخل بقى اللي بيكسب ده؟ لو كان كسبه أقل من حاجته. يعني هو بيخرج يشتغل طول النهار يجيب 50 جنيه، لكن هو محتاج 100 جنيه في اليوم.
مصاريفه كده 100 جنيه في اليوم، يبقى ساعتها يبقى من المساكين، ياخد من الزكاة. واضح؟ لكن هو بيخرج احتياجه 100 جنيه في اليوم بيجيب 100 جنيه في اليوم، يبقى ده يعتبر في باب الزكاة غني. واضح؟ لكن في باب الوقف على الأغنياء ياخد، واخد بالك؟ والعبرة هنا بأغنياء الزكاة. نعم المكتسب كفاية ولا مال له ليس غنيا هنا، بل من الفقراء. اللي هو يعني اللي هو بيكتسب كفايته، اللي بيكتسب كفايته ما عندوش رصيد ياخد من وقف الفقر، مع انه هو باب الزكاة غني. فهمت كلام الشيخ عايز يقول لك ايه؟ يعني اللي بيكتسب قوته وكفايته بمجهوده ده في باب الزكاة غني، ما ياخدش زكاة، لكن في الوقف على الفقراء طالما ملوش رصيد زائد ياخد من وقت الفقراء. واضح؟ فهمت الفرق؟ فيأخذ معهم، يعني يأخذ مع الفقراء ما ياخدش مع الأغنياء، مع ان هو في باب الزكاة اسمه غني. اللي هو بيكتسب قوته ده في باب الزكاة اسمه غني، لكن في باب الوقف ياخد من وقف الفقراء ما ياخدش من وقف الأغنياء. واضح؟ قوله ويشترط في الوقف ألا يكون مؤقتا، دي خليها المرة الجاية إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن شاء الله الاثنين القادم لو خلصنا باب الوقف هنبدأ الأجازة، ما خلصناش باب الوقف هنقعد الاثنين اللي بعده هنبقى هنسافر تاني يوم على طول، بس عشان نخلص باب الوقف وناخد اجازة شعبان ورمضان من كتاب البيجوري عشان نلتقي فيه بعد ايه 10 ايام من شوال ان شاء الله. يبقى احنا المرة الجاية يا اما اخر مرة قبل الاجازة السنوية، يا اما هناخد يوم تاني استثنائي كده نكمل بيه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.